ايوه احمد احمد بص يا استاذ احمد هتاخد الورقه دي هتروح عند مدام نجوى في الحسابات لو سمحت ايه دي؟ دي مصاريف اداريه بس دي مش من هنا دي من هناك اكمل لك بقى الراجل ما قاليش ان العربيه اللي باع لي العربيه يا استاذ ما قاليش ان العربيه مش مطابقه النمر امبابه والعربيه حلوين اروح افحص هنا يوم